يا الله، تحياتنا شباب، تحياتنا لكل متابعينا. هذا المنشور يخص فد استفسار بده هسه يجينا. ليش؟ لانه بدا عندنا الشتاء، بدا الجو يتغير، فهواية من الشباب قالوا يابا شلون نبدي بالوقاية. اكو بيهم بدأوا بالثوم. طبعا الثوم انا هسه ما انصح به، لان الثوم حار والجو بعد شوية بحرورة، فهنا راح ياخذ اتجاه سلبي وياك. ليش؟ لان الثوم حار وتطيل الطير والجو حار، والطير هو اصلا بطبيعة حاله هو جسمه حار، هنا راح يسبب لك تساقط بالريش، خصوصا حتى لو كان توه مكمل ريش. اذا تريد تسوي وقايه لطيورك وما عندك امكانيه ان تشتري ملتي فيتامين او المضادات الحيويه وتخليه بالمشرب، ولا هو اشكال متوفر بالسوق وشغلات اكو رخيصه، اكو شيء رخيص ومتوفر، الليمون، الليمون الفريش، الليمون الحامض، خمس قطرات بمشربه بقد هاي المشربه، هاي 75 مليم، هاي خمس قطرات كل اسبوع 4 اسابيع تسويها، راح تخلق انت في الشيء وقايه حلوه للبلبل مالتك. البلبل راح يسيطر عليه، راح يفيد لك الريش، راح يفيد لك الوقايه، راح يسوي لك درع ضد امراض الزكام والانفلونزا مال الشتاء. يعني مجرد 5 قطرات ليمون كل اسبوع بالمشربه، المشربه مالتك بقد هاي قلنا 75 مليم، كلش كافي للوقايه. هاي هسه بهذا الشهر، ورا شهر بعد تقدر تستعمل الثوم لان الجو راح يبرد. الثوم حلو، نص فص ثوم تشرحه وتخليه بهاي المشربه، تتركه الى يومين وراها تبدل المي بنظيف. هذا انت اذا ما عندك امكانيه ان تشتري المضادات الحيويه والفيتامينات وغيرها. احنا بالنسبه لي انا جاي استعمل هذا الملتي فيتامين، شوف المي اصفر هسه مال الطيور، انا جاي استعمل الملتي فيتامين الايطالي اللي نزلت بيه. هذا 5 قطرات اللي ماخذ من عنده، هذا شرح لكم 5 قطرات من هذا الملتي فيتامين، القطرات بهاي المشربه كل اسبوع. عندك هذا اسبوع وبعد اسبوع هم نسويها، وبعد اسبوع نسويها 4 اسابيع وراها تضم القطره بالثلاجه، كل شيء ما عليها. هذا راح يشتغل لك عليه وقايه ومجموعه فيتامينات تقدم له للطير. هاي شغله الوقايه من الامراض وغيرها. شغله الاخوه الضروريه الاكل مالتك، الاكل لازم 24 ساعه بالقفص، لا تخلي الطير يجوع ابد، لان الاكل شلون احنا نقول الطاقه اللي يقدمها هو من للطير عن طريق الاكل. بس تتخليه يجوع الطير راح يكون ضعيف وعرضه للامراض. عندك شغلتين اساسيه دائما بالقفص، عندك العلف، اي نوع علف تقدمه لازم يكون بالطاسه وثابت. هسه احنا عندنا هذا الايطالي وذاب فوقه بسكت اليوم، لان ذني جدد عندنا، فطيتهم بسكت ويا العلف الايطالي، هذا ثابت بالقفص. والتمر، هاي شغلتين لازم تكون ثابته بالقفص نهائي، يعني ما تشيلها نهائيا، دائما 24 ساعه موجوده. بالنسبه للفواكه اذا انت شفت تقدم الاعلاف البقيه عادي يعطيهم فواكه، بالنسبه للايطالي ماكو داعي تقدم فواكه لان الايطالي هو كله فواكه. هذا شغله صار عندك شغلتين. الشغله الثالثه يكون مكانهم بعيد عن تيارات الهواء. هسه احنا هاي يشوفون هاي غرفه مغلقة بها هذا الشباك، شباك سديته لان الجو تغير، احنا بالصيف كنت فاتح الشباك، لان طبعا هاي الغرفة خاصة الي بالمخزن، يعني مثل المخزن مسويها للبلابل، فكنت فاتح الشباك الهن للتهوية. هسه ماكو، الشباك انسد انتهى، صحيح الجو بيه حرورة بس انا سديت الشباك من هسه. ليش؟ لان بدت تصير بيه نسمات مال هواء باردة تضرب الطير، الطير يتأذى، خصوصا هسه مثل ما قلت لكم موسم تلك، الطيور كلها ريشها خفيف، يعني اي هواء خفيف يضربه للطير يأذيه. هاي 3 شغلات من خلالها تحافظ على الطير. والشغلة الأخيرة أهم زي ما نسيتها، شغلة الفرش. أنا بالنسبة لي ما فارش لأن طيوري ما ثابتة هنا، ومرات أخلي الطيور أعرضها على برا فالهواء يطير الفرش، فما افرش القفاص مالتي. الفرش انت عندك بالبيت ثابت، هسه الطيور اللي بالبيت انا احكي لكم عليها الثابتات. تفرش ورق هنا، لا تفرش نايلون. الورق يمتص لك الرطوبه مال الضرق مالته، يعني تختفي الرطوبه، ماكو رطوبه تبقى بالقفص، ما راح يلم لك فطريات وجراثيم. اذا فرشت نايلون هو يسووها، يفرشون نايلون، النايلون يعوف لك الرطوبه، يبقى الضرق راح يبقى بمكانه، راح يظل هذا الضرق يتجمع، يصير عليه فطريات تسبب لك مرض بالبلبل وتسوي لك ريحه هم بنفس الوقت. فيكون الفرش مالتك جار ورق او كرتون، ماكو ريحه راح يصير بالقفص، ماكو رطوبه بالقفص، ماكو كل شيء. ولا تفرش كاربت، اكو بيهم يفرشون هذا الوصله مال الكاربت، هذا الكاربت يسوي لك فاش، يجمع لك فاش ويخليه يصير بالطير. هاي 4 نقاط اعطيتكم اياها تحافظ بيها على طيرك
من امراض الشتاء. ان شاء الله استفاديتوا، تحياتنا لكم. هاي الطيور ان شاء الله اليفات اليوم اجنا، بعدني شوي بس اخليهن شوي يستقرن يرتاحن من الطريق وابدي اعرضهم لكم. تحياتنا.